مرحبا ملايين بكل من يتابعنا على برنامج 7 على 7 المنوع واللي يشمل فعاليات دولة الإمارات السبع. مشاهدينا، بعد نجاح أسبوع الإمارات للابتكار على مدار سنتين في عامي 2015 وعام 2016، تم الإعلان عن امتداد الأسبوع ليكون شهراً كاملاً خلال شهر فبراير 2018، وهو حدث وطني يحتفل بالابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وما شاء الله مشاهدينا، نشوف وايد من الابتكارات في دولة الإمارات هذه السنة، وأيضاً العديد منها في إمارة الفجيرة تحديداً، حيث سنتابع خلال برنامج 7 على 7 تغطية شاملة لفعاليات شهر الابتكار في الفجيرة. ومثل ما عودناكم على مواضيعنا المتنوعة، بتكون فيها ضمن فعاليات شهر الابتكار في الفجيرة ابتكار رجل المهمات، ولنا وقفة مع قمة الحد البحري، وكذلك فعالية تحدي الألوان للسيدات، وأيضا كن إيجابيا الورشة الخامسة لأكاديمية سفراء السلام الدولية، وعام زايد بعيون أهل سلطنة عمان، والعديد من المواضيع المتنوعة بالإمارات السبع. لكن خلونا الحين مشاهدينا نبدأ الفعاليات أسبوع الابتكار في الفجيرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. افتتح مساء الخميس 8 فبراير سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، عضو اللجنة العليا لشهر الإمارات للابتكار ورئيس اللجنة المحلية المنظمة لفعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة، حيث افتتح معرض فعاليات الابتكار وذلك في قلعة الفجيرة بمشاركة مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية. المزيد نتابع معكم هذا التقرير. أطلقنا ابتكارين. الابتكار الأول هو قطار الإمارات لنقل الركاب والسيارات، وهذا الابتكار نهديه لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله نتمنى أنه يتم تطبيقه مع قطار الاتحاد. ثاني شيء، الابتكار الثاني اللي أطلقناه أيضا في هذا الشهر اللي هو الإشارة الأمنية الآمنة، وأيضا حصلنا على براءة اختراع من أمريكا بعنوان المواقف مراقبة المواقف الذكي، وأيضا هناك ابتكار رقم 2 و3 حصلنا على الموافقات المبدئية لبراءة الاختراع بعنوان الحافظة اسطوانات الذكية الآمنة، وأيضا دخل معي شريك اللي هو المخترع إبراهيم السويدي والدي. وبراءة الاختراع رقم 3 اللي هي السيارة الأمنية متعددة الأغراض، أيضا دخل معي المخترع، ودعما وإيمانا بالشباب والعيد الشباب المبدعين الإماراتيين دخل وياي خالد ابني عمره 9 سنوات. مشاركتنا اليوم نحن في مجلس الفجيرة للشباب من خلال وجود المتطوعين وكذلك مشاركة الشباب المخترعين في عرض أفضل وأبرز مبتكراتهم خلال العام، وفي طرح أفضل الممارسات التي كانت تعرض في المعارض الأخرى. كذلك مشاركتنا اليوم نحن مجلس الفجيرة للشباب في بعض الورش التي قدمت، ومن ضمنها ورشة مختبر التطوع الذي تشرفت أن أكون أحد المقدمين هذه الورشة التي تختص في وضع منصة التطوع أو وضع التطوع في الصورة الصحيحة للمشاركين في هذه الورشة. عندنا اليوم في منصتنا الخاصة بوزارة التغير المناخ والبيئة مبادرتين. المبادرة الأولى هي مبادرة ألف فكرة، نعرض فيها الوضع الحالي في الدولة وكيف نحن نطمح أن نكون في عام 2021 بناء على رؤية الإمارات 2021 اللي أطلقها الشيخ محمد بن راشد. فهالفيديو يعرض سلوكيات الفرد، ويعرض عندنا إنتاج الكهرباء والمياه وإنتاج النفايات عندنا والمعالجة، وكيف نحن نطمح أن نكون في عام 2021. المبادرة الأخرى اللي عندنا مبادرة تفاعلية للأطفال، مبادرة
زيك رجل البيئة، حابين ان احنا نوعي الاطفال والشباب ان رقب رجل البيئة كان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسبب انجازاته اللي كانت في مجال البيئة. المبادرة عبارة عن صور يتم تلوينها من قبل الاطفال، صور بيئية بعد ان تتلون من قبل الاطفال الكترونيا تكمل لنا الصورة الكبيرة للمرحوم الشيخ زايد، فبتكمل لنا المزيك ان شاء الله في نهاية الشهر. نحن بنكون متواجدين في كل إمارة لمدة يومين لإشراك جميع أفراد المجتمع معنا. كذلك مشاهدينا، نظمت الدائرة المالية بالتعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية فعالية واحة الابتكار في اللولو مول بالفجيرة، وتضمنت الفعالية فقرة سمارت برين قدمها مركز النجوم للتدريب وفقرة مختبر الكيمياء، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والفقرات. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع معكم هذا التقرير. شهر الابتكار لو احنا بنتكلم عليه هو بيعتبر رسالة لكل فرد وكل شخص وكل مؤسسة للإبداع. وشهر الابتكار الجميل فيه ان هو موجود في عام زايد، عام زايد وزايد الخير. النهاردة لو احنا حتى قلنا الابتكار صاحب الابتكار ومؤسس الابتكار بيعتبر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد. الشيخ زايد أول من ابتكر داخل دولة الإمارات بأنه حول أنظار العالم كله إلى دولة الإمارات من خلال فكره بعيد المدى. الإمارات النهاردة هي محطة أنظار الجميع من البعد والفكر والابتكار والإبداع اللي أسسه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، وطبعا من بعده أصحاب سمو الشيوخ. أسبوع الابتكار هو حقيقة هو شهر الابتكار، والابتكار أصبح يعني ما هو المسار الاحتفالي زي كل سنة، أصبح ثقافة. كل المؤسسات بتتعامل بالابتكار والإبداع والتميز باعتبار أنها هي مترادفات لمسمى واحد في الآخر. كل الإمارة وكل المواطنين والمقيمين بيزعوا لإيجاد ما يسهل السبل وسعادة المواطنين في تقديم خدمات مبتكرة، في تقديم سبل حياة هنية. أسبوع الابتكار أو شهر الابتكار نحن في الفجيرة بنحتفل به مع كل مؤسسة حكومية عندها احتفالات خاصة بها داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة. اليوم زي ما شايفين احتفال دائرة المالية، وفي احتفال الموارد الطبيعية، وكل الفعاليات على مستوى الإمارة منتشرة بأسبوع الابتكار. الحمد لله رب العالمين أن احنا كل ما فينا من نعم وكل ما فينا من جهد بنبذله برعاية سمو الحاكم الفجيرة حفظه الله، وكل اللي انت بتشوفه ده بيجد رعاية متواصلة منه بشكل شخصي ومن سمو ولي العهد الشيخ محمد. بناء على التوجيهات الصادرة من حكومتنا بأن يكون شهر فبراير شهرا للابتكار، نظمت كل من دائرة المالية والحكومة الإلكترونية في إمارة الفجيرة عدة فعاليات قائمة على أساس إشراك المجتمع بكافة شرائحه في نشر ثقافة الابتكار في إمارة الفجيرة. فتنوعت عندنا الفعاليات بين فعالية الحساب الذهني السريع، عندنا فعالية صناعة الروبوتات من تجميع وتفكيك، وأيضا عندنا نشاطات في الكيمياء لضمان المتعب إلى جانب الفائدة للصغار والكبار. رجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل معكم فقراتنا مع فقرة الأخبار المنوعة. يسعد لي مساك ليالي. مساء النور والسرور لك زميلتي سهام. شو أبرز خبر عندك اليوم؟ اليوم شهدت الدولة انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات، وهي أكبر منصة لصناع القرار والعلماء والخبراء في العالم. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قد سلم جائزة
أفضل وزير في العالم لوزير المالية الإندونيسي، وأيضا كانت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين قد أعلنت عن إطلاق بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية. وفي السياق ذاته كان رئيس الوزراء الفرنسي الذي يزور البلاد حاليا ليشهد أعمال القمة قد أشاد بتجربة دبي الناجحة، مشيرا إلى أن الدول بالفعل بحاجة إلى حكمة وعزم رجال مهمين أكيد. وأيضا أشار إلى أن إرادة رجل واحد غيرت مصير بلد بأكمله. إذن كانت هذه بعض المقتطفات من القمة اليوم، وسنتابع التفاصيل خلال الجولة. تفضلي. شكرا لك. الله يعطيك العافية. حياكم الله مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية لليوم الأحد الموافق 11 من فبراير 2018. إذن تحت شعار استشراف حكومات المستقبل انطلقت اليوم أعمال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات في دبي برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي تستمر لغاية 3 أيام ضمن أجندة تغطي مختلف القضايا الحيوية والتنموية التي تتعلق بآليات عمل حكومات المستقبل. حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن اجتماع 140 حكومة وأهم 16 منظمة دولية وأكبر الشركات العالمية في الإمارات هو اجتماع لخير البشرية. وقال سموه: نرحب بضيوف الإمارات من قادة العالم وأكثر من 4000 مسؤول ومتخصص، ونتطلع إلى بناء شراكات تضع تصورا عالميا مشتركا لحكومة المستقبل. وافتتحت القمة بكلمة لوزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات معالي محمد القرقاوي، وبدأت أعمال القمة بجلسة حوارية لمؤسسي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بروفيسور كلاوس شواب بعنوان تحديات العالم في 2018. من ناحية أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في فندق النسيم في مدينة جميرة قبل ظهر اليوم رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، الذي ألقى في وقت سابق من صباح اليوم كلمة في الجلسة الأولى للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي. واستعرض سموه السيد فيليب علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، مؤكدا سموه على ديمومة هذه العلاقات التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والرؤساء الفرنسيين المتعاقبين. من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء الفرنسي بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، مؤكدا حرص فخامة الرئيس الفرنسي على تطويرها في شتى الميادين والمجالات لتظل راسخة وقوية. كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على هامش القمة العالمية للحكومات صباح اليوم ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، مرحبا سموه بالضيف الهندي الكبير، مستعرضا تاريخ علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين في المجالات كافة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند قوتا استقرار وتنمية في المنطقة والعالم، وتلعبان دورا بارزا من أجل السلام ومواجهة التطرف والإرهاب، مستندتين إلى الإرث الخالد للزعيمين التاريخيين زايد وغاندي عبر استلهام مبادئهما الإنسانية الراسخة في الدعوة إلى التسامح والتعايش والسلام. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها سموه أمس مع ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، والتي تناولت تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم
تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية. وبموجب هذه الاتفاقية التاريخية حصل ائتلاف من شركات هندية عاملة في مجال النفط والغاز على حصة 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري في أبوظبي. وكان الضيف الهندي قد وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي. إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في أبوظبي دولة إدوارد فيليب رئيس وزراء جمهورية فرنسا الصديقة، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء اللقاء على أن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة للعلاقات مع جمهورية فرنسا، وتعمل على دفعها في مجالات أو إلى مجالات أرحب من التعاون. من ناحيته، أعرب رئيس وزراء فرنسا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مشيدا بالعلاقات المتطورة والوثيقة والمشاريع الحضرية المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى مزيد من الشراكات مع دولة الإمارات العربية المتحدة. على صعيد آخر، وفي إطار تشجيع المواطنين على مزاولة مهنة الصيد، وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصرف مكرمة مالية بقيمة 2,300,000 درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين على أن يبدأ تسليمها على الفور. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، انطلقت قمة الحد البحري في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، والتي تعد أول قمة عالمية للشركات التكنولوجية والابتكارية الناشئة في الإمارة، وذلك بحضور أكثر من 500 مشارك. وقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بجولة على الفعاليات، حيث عرض المبتكرون أعمال لسموه في مجال الواقع الافتراضي والمدفوعات الرقمية والبلوك تشين. ضمن اختتام أعمال منتدى الذكاء الاصطناعي الذي انعقد عشية انطلاق القمة العالمية للحكومات، أعلن وزير الدولة للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء أعلن عن استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أنها تعتمد على محاور رئيسة منها استقطاب أفضل الشركات في هذا المجال وتوفير البيانات الحكومية التي لا تمس حياة المواطن أو خصوصيته. وكشف العلماء عن تحد جديد تتبناه الاستراتيجية، وهو تأهيل عدد من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي من الشباب الإماراتي، معلنا عن إطلاق علامة الإمارات التجارية للذكاء الاصطناعي UAI لجذب جميع الشركات العالمية في المجال للقدوم إلى الدولة. في الفجيرة، وتزامنا مع يوم البيئة الوطني 21 وعام زايد 2018، أطلقت البلدية حملة تنظيف تحت شعار على خطى زايد بيئتنا أمانة، ابتداء من اليوم وتستمر لغاية أواخر فبراير الحالي. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي ورفع حس المسؤولية المجتمعية لدى الجميع، وتشمل عدة مواقع حيوية في الفجيرة. وعليه فإن كل فئات المجتمع مطالبين بدعم هذه الحملة من أجل غد أفضل، ترسيخا للمفاهيم التي آمن بها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهو من قال يوما: إننا نولي بيئتنا جل اهتمامنا لأنها جزء عضوي من بلادنا وتاريخنا وتراثنا. نهاية الجولة مشاهدينا، أستودعكم الله وأترككم بحفظه ورعايته. شكرا ليالي على هذه الأخبار المنوعة. مشاهدينا، بنكمل معكم فقراتنا، والحين مع فقرة 360 درجة. مشاهدينا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، انطلقت قمة الحد البحري في جزيرة المرجان
في رأس الخيمة والتي تعد أول قمة عالمية لشركات الناشئة للتكنولوجيا والابتكار في الإمارات، وذلك في مخيم شبابي بجانب البحر، وقام سموه بجولة على الفعاليات. والمزيد من التفاصيل معنا في الاستديو الأستاذ سامي الرباح، أخصائي الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية. مرحبا أستاذ معنا اليوم ونورت البرنامج. حياك الله، وطبعا نحن نشكركم على الاستضافة الطيبة، وهاي في برنامج متميز 7 على 7 واجب علينا. وطبعا نحن نشكر كذلك قناة الفجيرة على تغطيتها الحدث، مستمرة معنا من انطلاقة نعم. الحدث لهذا اليوم. الله يعطيكم ألف عافية. أستاذ سامي، خلينا نتكلم عن فكرة قمة التحدي البحري أو الحد البحري. قمة الحد البحري هي فكرتها أن نحن نستقطب أكبر عدد من الشباب المبتكرين في دولة الإمارات، تحديدا في إمارة رأس الخيمة. فكرتها أو الناس مستغربين ليش مسوينها على البحر. طبعا التفكير دائما يكون بين الجدران وفي مكاتب مغلق. واجتماعات مغلقة. حبينا نغير هاي الفكرة أن تكون على شاطئ البحر، على مخيم بحري، نبتعد عن المدن، نبتعد عن المباني العمران، ونحاول ننقل ابتكاراتنا هاي، ونفكر مع بعض بجروبات في حلقات نقاشية كيف كل واحد ممكن أن يسوق مشروع الابتكاري هذا. حلو، كيف تأثر هالأجواء المناخية أو هالأجواء الحلوة اللي اخترتوها على شخصية الإنسان أو نفسيته؟ بالحقيقة نحن سوينا لهم مجموعة من الجلسات المختلفة. نعم. منها شعلة الابتكار. شعلة الابتكار هي عبارة عن دائرة كبيرة. نعم. وفي النص بيكون في شعلة، وكلهم يتجمعوا بطريقة دائرية، وكل واحد يبدأ يعرض مشروعه. نعم. فالطريقة هاي نحن لاحظنا من خلال أن عرض المشاريع هاي ممكن أن هذا يكمل فكرة هذا، فيتحدوا مع بعض يقوي الفكرة الابتكارية هاي. نعم. طبعا عدد المشاركين كان 60 مشارك من 12 دولة مختلفة، منها دول عربية ومنها دول أجنبية. طبعا موجود معاهم خلال هالحلقات النقاشية 30 مدرب ومقيم ليقيم المشروع الابتكاري، وكذلك يحاول يعطيهم النقاط التحسين اللي يوصل فيها أن يكون فعلا مشروع يقدر يبدأ فيه في إمارة رأس الخيمة. نعم. هل تخللت هالجلسة حلقات نقاشية فيها عصف ذهني؟ يعني تبادل أفكار؟ طبعا حلقات العصف الذهني هاي تكون يوميا من الساعة 8 لسهراتهم لآخر الليل. نعم. فكلهم يعني نحن مسويين 6 حلقات نقاشية، تقريبا كل حلقة تضم 20 أو 30 شخص أو متسابق. نعم. يتنافسوا فيها بعد، كذلك يأخذوا أفكار بعض ويتحدوا بعض لليوم الثاني. يعني ممكن هذا في مدة ياخد، يعني أعطيتهم مدة معينة؟ نحن أعطيناهم مدة، لأن البرنامج يبدأ مثلا من الصباح. نعم. برنامج رياضي الساعة 8 الصبح للساعة 10 الصبح. نعم. منها كرة الطائرة، كرة القدم، يعني دخلت جانب ترفيهي. لا، هو لازم تريحه شوي نفسيا عشان يقدر يفكر يعني. نعم. وكذلك الجيت سكي، الباراشوت على البحر. كذلك موجود مثلا مسوينهم استديو لمقابلات إعلامية، وايد يعني أشياء ترفيهية وكذلك ابتكارية في نفس الوقت، يعني نحن سويناها في إمارة رأس الخيمة. نعم. تتوقع هالنقطة الترفيه إذا توفر للموظف في المؤسسات اللي يشتغل فيها أو في الوزارات تعطيه جانب أو دافعية أكثر إنه يبذل أو يطلع طاقته؟ والله شوفي، الحمد لله رب العالمين، الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة دائما يركز على توفير الجانب الترفيهي للموظف. يعني نحن في دائرة المقصادية عندنا مثلا واحة الابتكار. نعم. واحة الابتكار هاي فيها شلال، فيها كراسي للمساج مثلا، نجتمع على طاولة التنس، يعني اوقات نلعب فيها واوقات أكيد. مثلا نجتمع فيها على طاولة التنس. فهي الاجواء هاي فعلا تخلي الموظف انه نعم. يطلع افكار ابداعية. نعم. استاذ سامي، بنكمل معك حوارنا ومع هالمواضيع الشيقة وهالاجواء اللي قاعد ترسمها لنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل. مشاهدينا تريونا بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا ونكمل معاكم حوارنا مع الأستاذ سامي الرباح، أخصائي اتصال مؤسس في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة. أستاذ سامي، خلينا نتكلم مرة ثانية، كنا نتكلم عن الأجواء اللي توفرونها حق المبتكرين حتى يستطيعون يعني يعرضون هالأفكار أو هالابتكارات اللي عندهم. نرجع مرة ثانية نتكلم عنها. شكلك شهام تحمستي أنت للأجواء. وايد عجبتني الأجواء، تقولي شلالات ومطر ودشو. طبعا بعد كذلك من الأجواء اللي موجودة أن لكل متسابق خيمة. نعم. هاي الخيمة هو له
له مثلا حريه انه ينام فيها يطور مشروع. صراحه اكثرها كان كل واحد حاط لابتوب بداخل ومسكر على عمره ما يبي احد يشوف شو يطور مشروعه عشان ينزل ثاني يوم الميدان يتحدى اكثر او انه يطور مشروعه بناء على ملاحظات المدربين والمقيمين الموجودين هناك. كذلك وجباتهم توصل لعندهم مدلعينهم على الاخر يعني وجباتهم ومسوينهم كذلك مطبخ يقدر هو يصير المطبخ تحضيري يعني لا المطبخ مو تحضيري المطبخ بس حاطين في خضروات وفواكه وكل شيء هم بروحهم ياخذوا مثلا الخضروات والفواكه هاي يطبخوها صبخ يمهم انزين هم بروحهم يخترعوا الطبخات هاي مثلا هذا جاي يعني من ارمينيا الثاني مثلا جاي يعني من المغرب فهذا يقول شو رايك تجرب مثلا هالطبخه هاي وهذا يقول شو رايك تجرب اكلتنا هاي فهذا مثلا مسوي لهم نفس اجواء عائليه تعايش هذا بطلق مصطلح جديد تعايش ابتكاري هنا عن بين المبتكرين الشباب فهذا فعلا يعني انا اشوف ان قفزه متميزه تتميز فيها اماره راس الخيمه انها تستقطب 60 شاب مبتكر من 12 دوله مختلفه طبعا انا يحزنني ان نقول لبعض الابتكارات ليست جيده لا بالعكس يعني بعطيك مثال لاسهام للابتكارات اللي موجوده كلنا ممكن ان نخطط ان نبني بيت العمر في واحد من الشباب المشروع ارميني مخترع نظام او ابلكيشن هذا الابلكيشن يخليك انك تبني بيت العمر بالواقع الافتراضي يعني على سبيل المثال الاستشاري يصمم لك البيت تمام بعدين هذا النظام ينقل التصميم هذا تحط على النظام هذا اللي هو الولد مخترعه يخليك تدخل تلبس النظاره يخليك تدخل لداخل الصاله تقول انا ابى داخل الصاله تجرب مثلا الكرفايه هاي تجرب مثلا الطاوله كيف قياسها تلمس تحس باللمس كيف بيكون الزهور كيف بتكون فيخليك تبني بيتك وانت خلاص مرتاح وتوقع العقد مع الاستشاري فهاي من التطبيقات الجدا ذكيه الصراحه اللي انا عجبت فيها في من بين الابتكارات هاي كذلك من الابتكارات اللي موجوده هذا مشروع محلي شباب اجانب لكن موجودين هم في دوله الامارات واجهتهم مشكله شراء السيارات المستعمله فاطلقوا تطبيق جديد ان هذا التطبيق تتسجل سيره حياه السياره من اول ما يشتريها من الوكاله لين ما يبيعها للشاري الاول والثاني والثالث ومنو اسمائهم ومتى سوى الحادث وكيف صبرها أي خلل فيها يعني فأول ما أنت تبى تشتري سيارة بس تسجل رقم الشاصي للسيارة يطلع لك بياناتها من أول يوم ولدت فيه سيرة ذاتية هي لآخر يوم للسيارة فهذه خدمة متميزة أنا أشوف أن ممكن أن الجهات الحكومية تتبناها كقطاع المرور والدوريات مثلا أو الRTA في دبي مثلا لفحص السيارات أو شركة الشامل أو التسجيل لفحص السيارات مثل هالمشاريع المتميزه هاي احنا تحمسنا اكثر صراحه انا ودي اشوف المكان واشوف كيف الحين بتابع مع المشاهدين هذا التقرير شرفنا بوجودنا في قمة الحد البحري برعاية كريمة من سيد السمو الشيخ سعود مصقر القاسمي حاكم إمارة رأس خيمة مبادرة فعلا متميزة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة وفي دولة الإمارات بشكل عام داسين نشوف الأرقام بشكل عام عن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي نتكلم على تقريبا ما يصل إلى 46% من الاقتصاد العالمي من الشركات الصغيرة مثل هذه الجهود واللي مش غريب على قيادتنا بتواصل إن شاء الله دعم التنمية في الإمارة وفي الدولة تشجيع الشباب لإطلاق إبداعاتهم وابتكاراتهم وتحويلها لأرض الواقع من شركات نفتخر اليوم أن وقعنا اتفاقية مع حاضنات رأس الخيمة لألف فكرة بيئية نشجع الشباب يستثمرون في القطاع البيئي وإن شاء الله نواصل العمل لتحقيق أهداف ورؤية قيادتنا إن شاء الله
تنعقد قمة الحد البحري طبعا في تتوافق مع أسبوع الابتكار في إمارة رأس الخيمة والفجيرة. كذلك قمة الحد البحري هي قمة لأصحاب المشاريع الابتكارية والرائدة والمطورين وأصحاب الأعمال. طبعا هذه القمة بيكون فيها ورش كثيرة لأصحاب الأعمال. طبعا نحن نتقدم إلى القمة 800 طلب من الأفكار والمشاريع الرائدة، تم فلترتهم إلى تقريبا 60 شركة ناشئة صاحبة أفكار ابتكارية راح تشارك في هذه القمة من خلال مبادرات تنافسية ومن خلال دورات وورش. وإن شاء الله اليوم الأخير اللي هو يوم 12 إن شاء الله بيكون فيها الحفل الختامي وبيكون تكريم الفائزين بالجوائز. الجائزة الأولى طبعا $50,000 لأفضل مشروع ناشئ بيكون في إمارة رأس الخيمة، ينطلق من رأس الخيمة. كذلك هناك كثير من الفعاليات إن شاء الله تتضمنها القمة، كذلك وأنشطة من الصباح للفجر. طبعا من الساعة 6 تبدأ الأنشطة إلى الساعة 11:30 الليل، فيها أنشطة رياضية أنشطة صحية. وفرنا حاولنا نوفر كل قدر الإمكان كل ما يتعلق بأصحاب الأعمال تكون في مكان واحد في هذا المكان في جزيرة المرجان في رأس الخيمة. احنا كتير سعداء بتشجيع كل الستارت ابس مثل ما بسموهم يكونوا في رأس الخيمة اليوم، وبهذا الاحتفال وهذا المراسيم تبعون الايفنت اللي عم بيصير هون في رأس الخيمة. طبعا احنا كراكز احنا بندعم الستارت ابس وبندعم راك انكيوبيشن على أساس إنه المتفوقين من والفائزين بنساعدهم ليفتحوا شركاتهم ويبنوا مقراتهم في المناطق الحرة أو المناطق الصناعية اللي في راكز، وبندعمهم بلواسن وبندعمهم بلايسنس وبندعمهم بكل الأشياء اللي هم بدهم إياها على أساس يكونوا موجودين في رأس الخيمة. سامي، مثل ما شفنا نحن والمشاهدين في توقيع اتفاقيات ومبادرات، خبرنا عن هذه الاتفاقيات والمبادرات تم توقيع عليها. طبعا هاي الاتفاقيات كلها يعني تصب في دعم مشاريع الشباب. نعم. من هذه الاتفاقيات اتفاقيه الشيخ سعود بن صقر القاسمي. نعم. لدعم مشاريع الشباب مع مسرعه واعمار راكس لاستقطاب أفكار الشباب وتطويرها في إمارة رأس الخيمة. نعم. كذلك من اتفاقيات معالي الوزير أحمد الزيودي، كذلك مع مسرعات أعمال راك، كذلك لترسيخ أو استقطاب أكبر عدد من المبتكرين في مجال البيئة، وهذا مهم جدا. نعم. وطبعا هاي بيحقق نفس قفزة نوعية في دولة الإمارات العربية المتحدة الابتكار في مجال البيئة. كذلك من اتفاقيات دائرة التنمية الاقتصادية مع الشركة الأرمينية. نعم. لاستقطاب أكبر عدد من المبتكرين في أرمينيا. كل هذه الاتفاقيات نحن هدفنا الأساسي أن نستقطب شباب مبتكرين يبدوا مشروعهم من إمارة رأس الخيمة. نعم. لو تكلمنا عن المقومات التي تميزت فيها إمارة رأس الخيمة ولفتت لها أنظار المستثمرين. الصراحة إمارة رأس الخيمة الآن في عجلة الابتكار. نعم. وفي عجلة النمو الاقتصادي. طبعا تتميز إمارة رأس الخيمة على أنها إمارة متميزة في عدة تضاريس، فيها الجبال فيها البحار، منطقة تاريخية أصلا تراثية. هي منطقة تاريخية لكن نحن ما نستغني عن تاريخ عن التاريخ، لكن كذلك التطور موجود في إمارة رأس الخيمة. نعم. التطور ملحوظ. جزيرة المرجان من أكثر الجزر اللي فيها تقريبا فنادق في إمارة رأس الخيمة. نعم. وفيها كذلك عدد كبير من السياح. طبعاً مجموعة الستارت اب كرروا هذه الفكرة بسبع دول، لكن هم كانوا ترشيحهم أن أفضل ستارت اب تم في إمارة رأس الخيمة. جمالية المكان، البحر، التضاريس. نعم. الموجودة، الفعاليات اللي سوينا لهم إياها. نعم. في جائزة سيتم الإعلان عنها، نبي نعرفها. والله أنا بالفلوس ما أتكلم. لا طبعاً. ليش يعني أشياء حصرية حقنا؟ أخاف يقول لي ادفع من جيبك. طبعاً الجائزة هي من صاحب اسمه الشيخ سعود بن صقر القاسمي. نعم. قيمتها $50,000 للمشروع الفائز الأول. وكذلك نتوقع أن هذيل الشباب ما في حد بيروح منهم خسران، في مجموعة من رجال الأعمال اللي طلعت على مشاريعهم وأفكارهم. حلو. وإن شاء الله يعني بيتموا في إمارة رأس الخيمة. يعني سويت حلقة تواصل ما بينهم. هاي يعني طبعاً مثلاً صاحب المشروع مثلاً الاستشاري. نعم. يعني أنا أعطيك فكرة الاستشاري ومثلاً بناء المنزل بواقع الافتراضي. صحيح. زين يعني لو أي استشاري خذ هالفكرة هاي بيكون أول مكتب استشاري
يصمم منزل في الواقع الافتراضي. نعم. طبعا هذا مشروع ناجح جدا. طبعا انا سوقت الريال وايد صراحه. اكيد. شروط الحصول على هذه الجائزه يعني اكيد في شروط في معايير عشان يوصل الشخص لهذه الجائزه. نعم. طبعا موجود في ارض الواقع. نعم. او في ارض الميدان 30 مدرب ومقيم. طبعا هي كدوري كاس العالم مجموعة فرق تتنافس مع بعض يتحدوا بعض في. نعم. منهم اللي يخسر ويطلع في منهم اللي يستمر لحد ما يوصل لنصف النهائي ربع النهائي نصف النهائي وغدا إن شاء الله بيكون النهائي إن شاء الله. كلمة أخيرة للمشاهدين. كلمة أخيرة للمشاهدين طبعا نحن نشكر المتسابقين المواطنين اللي موجودين وفعلا مشاريع ابتكارية وطنية موجودة في إمارة رأس الخيمة. طبعا نحن نستقطب ابتكارات على مستوى العالم لكن التركيز الأساسي سواء في إمارة رأس الخيمة أو في دولة الإمارات العربية. نعم. المتحدة المبتكر المواطن. جميل. الله يعطيكم ألف عافية. الأستاذ سامي الرباح أخصائي اتصال مؤسس في دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة. شكرا على تواجدك اليوم معنا في برنامجنا 7 على 7. شكرا جزيلا الاستضافة حياكم الله. الله يعطيك العافية. شكرا. مشاهدينا بنكمل معاكم فقراتنا. تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة انطلاق فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2018 والذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي للعام الثامن على التوالي، حيث تزينت المدينة الجامعية باللوحات الضوئية البديعة التي أظهرت جمال إبداع التصميم العمراني الذي تتميز به الإمارة. المزيد نتابع معكم هذا التقرير. طبعا هذا المهرجان بنسخته الثامنة تطور بشكل كبير خلال الأعوام الماضية ونحن كل سنة نضيف عليه إضافات مهمة جدا إن شاء الله، ونشوف اليوم لما نقارن بعض المهرجانات مع نقارن هذا المهرجان في بعض المهرجانات العالمية اللي صار لها صدى عالمي، الحمد لله نقول اللي وصل لمهرجان أضواء الشارقة أصبح يضاهي هذه المهرجانات العالمية اللي كملت أكثر من 25 سنة. هذا يعني النوع من المهرجانات يعني لابد ان نضمن استمراريته ولابد ان يتم الاستثمار فيه ولا يبنى هذا في خلال سنه او سنتين او ثلاث، فان شاء الله نحن مستمرين وفي هذا البناء وفي هذا العطاء وان شاء الله دائما نقدم الافضل لجمهورنا ولمشاهدينا ومتابعينا ان شاء الله في دوله الامارات كلها، وهي وسيله جدا قويه لنقل صوره الوجه الحضاري لدوله الامارات العربيه المتحده وهويه اماره الشارقه على وجه الخصوص لكل دول العالم من خلال وسائل الإعلام المحلية والدولية كذلك. فنتمنى إن شاء الله أن الجميع يستمتع في هذه الأيام من 7 ولغاية 17 من فبراير الجاري في 18 موقع مختلف في إمارة الشارقة في المدينة الرئيسية وفي المنطقة الوسطى والساحل الشرقي كذلك. إن شاء الله العروض تكون مميزة والفنانين 24 فنان عالمي من 10 دول يشاركنا إن شاء الله هذه السنة، يعني نخبة من الفنانين في الحقيقة. إن شاء الله اليوم عرض الافتتاح في دارة الدكتور سلطان القاسمي في المدينة الجامعية، ستأخذنا برحلة يعني عبر الزمن من هذه الدارة إلى الفضاء والعودة إلى دارة الدكتور سلطان القاسمي اللي هي تعتبر يعني منبع للعلم والثقافة. رجعنا لكم مشاهدينا ونكمل معاكم فقراتنا. تحدي الألوان للسيدات هو عنوان الفعالية التي تنظمها إدارة فروع نادي سيدات الشارقة في 23 من فبراير الجاري، والذي تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والتفاعلية. تفاصيل أكثر عن هذه الفعالية نتعرف عليها مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة أسماء الهمش رئيسة قسم الاتصال المؤسسي بإدارة فروع نادي سيدات الشارقة. مرحبا بك أستاذ أسماء معنا. هلا مرحبا ومرحبتين فيكم. السلام عليكم ورحمة المنورة بوجودك. في البداية أستاذة، تحرص إدارة فروع نادي السيدات الشارقة على تنظيم الفعاليات الرياضية المتميزة، حدثين عنها فعالية تحدي الألوان للسيدات والهدف منها.
بداية ونيابة عن إدارة فروع نادي سيدات الشارقة نشكركم على هاي الاستضافة وعلى دعمكم المستمر لنا. طبعا نحن لو نتكلم عن تحدي الألوان عام 2018 حاليا هذا يعتبر المرة الثالثة على التوالي أعلنت إدارة فروع نادي سيدات الشارقة عن فتح بابها التسجيل أمام السيدات والفتيات اللي يرغبن طبعا بالمشاركة في هاي الفعالية. فعالية تحدي الألوان للسيدات تنظمها الإدارة اللي هي إدارة فروع نادي سيدات الشارقة في 23 من فبراير المقبل في حديقة البطايح. نعم، الأنشطة اللي تضمنها هذه الفعالية؟ هناك طبعا بتكون أنشطة متعددة فيها تبدأ يعني هي نحن نستهدف طبعا الحياة الصحية والأنشطة اللي بتكون أنشطة رياضية وتفاعلية بينها طبعا بتكون في جلسات الزومبا وعليا بيكون هناك المجال لخوض طبعا رياضات التحدي وبما أننا نستهدف نحن الألوان بتكون هناك الاستمتاع بالألوان في الهواء الطلق إن شاء الله. أستاذة أسماء، مع تعدد أفرع نادي سيدات الشارقة كيف ترون الأقبال على مثل هذا النوع من الفعاليات؟ طبعا ما شاء الله في إطار الرؤية التطويرية والتحديثية للقرينة صاحبة سمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مثل ما تعرفون تم تأسيس فروع للنادي في مختلف مناطق إمارة الشارقة. تتشكل هناك باقة متنوعة تقريبا 10 فروع موزعة في المنطقتين الشرقية والوسطى. قدرنا الحمد لله نغطي العديد من المناطق، وكما أنها تتوزع هناك فروع نادي سيدات الشارقة نفس ما نعرف في خورفكان وكلبة ودب الحصن ووادي الحلو والذيد والمليحة والبطايح والحمرية والتميد والمدام. وقدرنا الحمد لله نغطي شريحة كبيرة لبيع التذاكر. أكيد مشاهدين يبون يعرفون كيف يمكن التسجيل والاشتراك مثل هذه الفعالية ومتى بتكون انطلاقتها؟ طبعا انطلاقة الفعالية بتكون في 23 فبراير يوم الجمعة في حديقة البطايح للسيدات. ستباع التذاكر. بغيت بس أني أحدد وأركز على العمر، العمر الفتيات من 13 سنة فما فوق وللسيدات. يمنع منع باتا للأطفال لأن بحكم أنه هو متخصص للسيدات ونركز على السيدات بشكل أخص. تباع التذاكر طبعا في الشرقية في نادي سيدات خورفكان وكلباء ودب الحصن ووادي الحلو. وفي الوسطى بيكون في الذيد والمليحة والبطايح والحمرية والتميد والمدام. نعم، أستاذة أسماء الهامشور رئيس قسم الاتصال المؤسسي بإدارة فروع نادي السيدات الشارجة، شكرا لك على هذه المداخلة. مشكورة ما تقصرين، مشكورين على الاستضافة. الله يعطيك ألف عافية. مشاهدينا ونكمل معاكم فقراتنا. نظمت غرفة تجارة وصناعة الجيرة دورة تدريبية بعنوان الإبداع في القيادة والإدارة في فندق نوفيتيل الفجيرة، وحاضر فيها الأستاذ هيثم الأمين الاستشاري في مجال إدارة العملاء، ووضح أستاذ سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة أن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالأدوات الملائمة لتطوير القيادة في العمل، فضلا عن أسس وأساليب قيادة الآخرين ودفعهم للقيام بأمور استثنائية. كاميرا برنامجنا كانت هناك ووافتنا بهذا التقرير. تنظم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة دورة تدريبية بعنوان الإدارة في القيادة والتميز والإبداع. هذه الدورة تنظم خلال هذا اليوم 7/2/2018. هذه الدورة من الدورات المهمة التي تنظمها الغرفة والتي تهدف بها التطوير وتنمية المؤسسات في القطاع العام والخاص، وأيضا تسعى إلى تحفيز الإدارات إلى التميز واكتساب المعلومات والمعرفة الحديثة في أساليب القيادة والإدارة. نأتي اليوم في هذا البرنامج إلى إعطاء المتدربين مجموعة من المفاهيم الحديثة في الإبداع الإداري والقيادي.
والربط ما بين الإدارة والقيادة بمفاهيم حديثة ومفاهيم تساعد المدراء وتساعد القياديين على تنفيذ الخطط، خطط المؤسسات الإدارية وللتميز في أعمالهم. اليوم عاملين مش ندوة وليس محاضرة بس ورشة عمل المبنية حول موضوع المهارات القيادية والإدارية. أكيد موضوع شيق جدا والحضور كان اليوم كتير كتير عالي، محمي عادل فوق 90 شخص. السبب ليش هذا الموضوع مهم جدا خصوصا بمجتمعنا والبيئة الحالية نحن فيها، أنه المدير مفروض يكون عنده المواصفات القائد الفعال. فالمواضيع الأربعة والخمسة اللي تكلمنا فيها نحن اليوم كانت مبنية عن ما هي مواصفات القائد الفعال، ما هي المراحل الخمسة اللي بيمرق فيها القائد. معظم الناس اعتقادها أنه مجرد ما يكون عندنا منصب أو اللقب المدير يعني أنا صرت قائد، وللأسف هذا الشيء مش صحيح. فأكيد كل قائد فعال بيمرق بهالمراحل الخمسة اللي بتوصلوا إلى ذروة القيادة، واللي هي كيف الناس بتتبعه للمبادئ والقيم اللي هو بيمثلها، فبالتالي بتتبع الناس بتتبعه بناء على المبادئ والقيم هاي. مشاهدينا بنكمل معكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. حياكم الله مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة عن قرب. مشاهدينا، تستمر المشاركات في الفجيرة خلال شهر الابتكار، ويعرض العديد من المبتكرين أعمالهم من خلال الفعاليات المقامة في مختلف مناطق الدولة، ما يفسح المجال أمام الجميع لعرض أفكارهم وابتكاراتهم بما يعزز الابتكار كقيمة أساسية في نهضة وتطور الدولة. رجل المهمات والمفتش الذكي هي ابتكارات ضيفنا في فقرة عن قرب، خلونا نتعرف أكثر عنهم عند الأستاذ سعيد علي رشد اليماحي، مفتش جمركي في جمارك الفجيرة. مرحبا أستاذ، نورت البرنامج. مرحبا فيكم، وبالعكس أنا لي شرف أن يكون متواجد اليوم عندكم. الله يعطيك العافية. في البداية خلينا نتكلم عن شهر الابتكار في دولة الإمارات وتحديدا في إمارة الفجيرة. ما شاء الله إمارة الفجيرة دائما سباقة في هالأمور. نعم. خصوصا عام 2006 في كنت مشارك معهم في كونكورد بأول مشروع اللي هو كان المفتش الذكي. نعم. والحمد لله رب العالمين سنة 2015 و2006 لاقت يعني إعجاب الجميع. نعم. خصوصا مبادرة الشيخ محمد بن راشد لما أطلق كانت أسبوع للابتكار. نعم. عددها لتكون شهر الابتكار. نعم. فهذا بالعكس شيء جميل جدا انه يكون شهر كامل يحتفي بالمبتكرين وابتكاراتهم. نعم. نعم. فهالموضوع بالعكس يمكن يعني بعض يعني لو كانت المده قليله يمكن انها ما تبرز المجموعه كبيره من المبتكرين. اكيد اكيد. نعم. استاذ سعيد، الابتكار والاختراع مو باي شخص يتقنه. صحيح. اكيد هناك مقومات تخليها الشخص او تسقل شخصيته او عنده مقومات تخليه يبدع في هذا المجال. تبى نتكلم عن هذه المقومات اللي صقلت شخصيتك وخلتك شخص مبتكر مبدع. والله يعني انا لو ارجع لايام الدراسه سابقا، ايام الدراسه التقليدي اللي هو كان الكتاب والقلم. نعم. ما كان يشجع على انك انت تبتكر حاجه معينه. نعم. وانك بس مع تطور الحمد لله التكنولوجيا وتطور البحث والاستكشاف. نعم فعلا، وحتى اعلاميا الواحد قادر يطلع في الفتره اللي الحاليه. نعم. اما في السابق مثل ما ارجع اقول انه حتى المناهج كانت اللهم انه كان عباره عن تلقين فعلا. نعم. اللهم انه حفظ وانتهى الموضوع. نعم. اليوم عيالنا ما شاء الله يعني اي واحد عنده ولد ولا شيء عنده ايباد شوف الشغل. يعني انا مره دخلت على واحد من عيالي اقول له علمني شغله معينه. صحيح. يقول لي لا انت ما تعرف خلني انا العب. فالحمد لله يعني وصلنا لمرحله كبيره في اللهجه. نعم. التطور الالكتروني اللي صار والطفره الالكترونيه
طبعا هذا كله بفضل شيوخنا وإمارتنا يعني حكامنا. هذا اللي خلانا احنا نبدع في الامور هاي، وحتى حاجتنا صارت سهله متناول اليد مثل ما قال المثل. يعني احنا سابقا تتعب كثير للدور على الحاجه تحصلها، الان الاشياء موجوده حاليا. محرك جوجل طلع لك الاشياء، صحيح. ان شاء الله بتكون اخر العالم يعني. موجوده. منو يدعمك؟ والله اولا انا اشكر العائله الكريمه، كلهم داعميني في هالموضوع، ما شاء الله. الاصدقاء داعميني، حتى بناتي، عندي بنات بعد من المبتكرات، انا وزوجتي بعد من هال، اشكرها، نوجه لها احلى تحيه فعلا. وشكر ايضا موصول للمدير عام دائره الجمارك استاذ راشد حماد، بالاضافه الى الاخ رئيس قسم التفتيش المينا صالح الهامور. فعلا وقفوا معي سواء كان دعم مادي او معنوي، وانا اتشرف فيهم وما انكر فضلهم علي يعني امانه يعني. كونك مفتش جمركي، شو اللي خلاك او دفعك انك تخترع المفتش الذكي؟ والله هل في امور انت ما قدرت تسويها وحسيت انه هو بينجزها اكثر يعني في وقت اقل؟ فعلا هو دورنا احنا كتفتيش اللي يمكن غايب عن بعض الاشخاص، انه موظف جمركي قال لك هذا وظيفته الاساسيه تفتيش. الحقيقه احنا دورنا مش تفتيش وانتهى الموضوع، دورنا انجاز معاملات بسرعه يعني فتره قصيره من الزمن. وبالاضافه لدور التفتيش، فكانت اليه التفتيش في بعض الاماكن اللي انا داومت فيها قبل فتره. كان التفتيش بس مجرد انك تفتش داخل السياره والشكل الخارجي للسياره. ف جتني الفكره ان احنا الحين الواحد اللي جاي يهرب حاجه معينه ما راح يعلنها لك مباشره، يقول لك والله انا عندي اشياء ممنوعه واشياء كذا، اكيد بيخفيها في هيكل السياره، في محرك السياره كذا. فصممنا نفس العربه الصغيره، العربه الصغيره هي تتحرك لاسلكيا، وفي ميزه النظاره عن بعد، ركبنا كاميرا على السياره الصغيره هاي ودخلناها تحت المركبات، والمفتش كان يرتدي نظاره تحول له البيانات سواء كانت صوره من تحت، يدخل في الجهاز يعني في السياره من ده ولا لا بس من تحت تحت السياره. يشوف الهيكل كامل للسياره. يعني بعض الاماكن الحساسه في الهيكل، في شاصي السياره، في محرك المركبه نفسه. فيحول لك الصوره بالنظاره حتى تكون سريه للمفتش، والسيارة تتنقل على البعد. ركبنا نموذج حساس لكشف المعادن أيضا عليها. وركبنا فيها كاشف إشعاعي اللي هو كاشف المواد المشعة. إحنا بنتكلم حين عن المفتش الذكي ككل من البداية للنهاية، نبغى تفاصيله. إن شاء الله. هو عبارة عن سيارة، أقول لك تصميم سيارة، ركبنا عليها أكثر من جهاز اللي هو كاشف المعادن وكاميرا رئيسية. وكاشف مواد مشعة. يعني هو قدامنا هذا؟ لا، هذا رجل المهمات. المفتش الذكي كان. إحنا بنتكلم عن هذا، عن رجل المهمات. هذا رجل المهمات، هذا اللي شاركنا فيه السنة. رجل المهمات، بالنسبة لرجل المهمات طبعًا فيه ميزة أمنية اللي هو تدخل في عدة زوايا، منها نظام، ركبنا فيه نظام يشتغل على أكثر من 33 حساس أمني. الحساسات هاي من ضمنها حساسات ضد السرقة. يعني أي شخص يحاول منه، مش حتى محاول لا حتى هاي يعني أنا مركب منه كسيستم، إذا موجود في بيت أو مؤسسة حكومية، حتى لو واحد حاول يفتح درج أو خزنة أو باب أو حتى هو موجود، بيكون موجود فعلا على طول، يعمل صوت يتحول نوع الإنذار اللي يعطيه صوت عالي، صوت يعني مش رسالة مثلاً أو لا، وتتحول لك رسالة نصية أنت كشخص، سواء كان موجود يعني شخص مالك إنه أنا شخصي أو إنه دائرة حكومية، توصل لك رسالة يعني في شخص اقتحم المكان أو ينبه، اقتحم حتى لو إنه حاول اختراق صور معينة، يلتقط له صورة ويحولها لك رسالة واتساب. يعني هو موجود الحين داخل، نقول يعني موجود في الصالة. إيه نعم. أوكي، واللي بيقتحم السور يعني بتكون في مسافة كبيرة.
اكيد لا شغال، هو شغال عن بعد بس يعني انت محطنا يعني الرساله ان شاء الله لو تكون برا الدوله توصلك الرساله. اي بس انت يعني هو كيف بيحس بالشخص اللي بيها الحساسات السنسرات لازم انت قويه مخلينها المسافه طويله لازم يعني. انت الحساس هذا لازم يكون مثلا على الباب الخارجي على باب البيت على درج معين يعني مش ما له علاقه في انا على بالي بس انه على الجهاز مركب ما يخص بس انت لا موزعنا هذا على السيستم اللي انا ركبته ميزه نعم. الجهاز اشياء ثانيه يعني نعم. حتى عندنا الكاميرا اللي فوق هاي تعمل بصمه الوجه يعني تقرا لك بصمه الوجه مفيده جدا لاطفالنا في المدارس لما ولدي انا يروح المدرسه مثلا ما اعرف عنه متى دخل المدرسه متى ما طلع من المدرسه يتحول مسج لولي الامر نعم. لمدير المدرسه يعني تحضير من عن طريق الكاميرا نعم يعني. بالاضافه الى اشعه الليزر اللي موجوده جنب الطفايه نعم هاي تقيس مستوى لا سمح الله موجود حريق معين تتحول للطفايه ويدخل الرجل العالي على طول يعني الدخان نقول بدايه الدخان مثلا الدخان له حساس فوق الأبيض. الكاميرا ايوه أي. له حساس هذا على طول من يشتغل يتحرك الروبوت ويروح لمكان الحريم وجود الطفايه وجود الطفايه يعني هني الطفايه انت اللي تستخدمها ولا لا ترى انا اقول لك على طريقه الاشعه اللي موجوده لاشعه الليزر في الروبوت ينتقل لمساحة الحريق نعم. على حسب مساحة الحريق يتدخل هو إذا أنا عندي مجرد دخان بسيط يعني ما مستدعي أني أنا نعم. أدخل بطفاية فهو يقرأ مساحة الحريق مباشرة ويحولها للطفاية والطفاية بدورها تقوم بإخماد الحريق طبعا طبعا إحنا الجهاز والسيستم نقدر نربطه بعشرة أجهزة أخرى نعم. بالإضافة إلى وزارة الداخلية اللي هي إسعاف المدني والدفاع المدني عفوا والاسعاف والشرطة على طول متواصلين معهم كخدمة عمليات وكذا نقدر ايضا نستغل الكاميرا لبصمة الوجه يعني طبعا مع التعاون مع إدارة المرور والترخيص نعم. نقدر حتى نخليها تقرا ارقام السيارات ونحولها للإدارة مباشرة ويعرفوا انه السيارة هي مطلوبة او غير مطلوبة يعني ما شاء الله ابتكار مدروس يعني رجل نعم. مهمات دارسنا بجميع التفاصيل نعم. نعم. برجع مرة ثانية بسأل السؤال كيف استوحيت هالأفكار كلها؟ والله التجمع الأفكار ما يعني هو لازم أنت تدخل بعض المجالات لازم تجرب يعني إحنا نشوف ما شاء الله يعني بعض الأماكن متطورة كثير وبعض الأماكن فيها مثل يعني كبيت مثلا تدخل فيه يعني ما في ربط الكتروني مع نعم. الاسعاف مباشره مع حتى يعني انا اذا براد اقدر الحساسات هاي يشتغل على براد البيت اللي عندي مثلا اذا عطل مثلا بدال ما يخرب الاكل اللي عندي وكذا يوصلني اشعار مباشره جميل. انه البراد صار فيه عطل حتى ابواب البيت لو انا ناسي مفتاح ورابطنها بالسيستم اقدر افتحها جميل. عن طريق رساله نصيه مكيفات البيت افتحها برساله نصيه واسكرها برساله نصيه مفيد جدا ايضا للمساجد بدل ما امام المسجد يطلع قبل الصلاه بربع ساعه يشغل المكيفات نعم. ويفتح الابواب ايضا يقدر يستخدم ميزه الرساله النصيه انه يبعث رساله نصيه ويفتح له الابواب او يسكرها نعم هل توجد هناك خطط مستقبليه لتطوير هذا الابتكار والله اتمنى وان شاء الله عندي دراسه انه بدل ما يكون رجل اطفاء يكون رجل منقذ بعد يعني في مجال لا سمح الله حريق معين او دخول يعني يدخل يعني العنصر البشري مهما نعم. كان انا ما اقدر اضحي بالعنصر البشري واخليه أكيد. يدخل مكان الحريق فقاعدين نشتغل على خامه معينه من الروبوت انها ما تحترق وتدخل المجال هذا وتعمل كانقاذ للشخص او الشخص الموجود في الحريق الله يعطيك الف عافيه كلمه اخيره للمشاهدين والله ما اقول ما في شيء صعب الشيء لازم يعني مطلوب منا شوي نسعى في الموضوع أكيد كما أتمنى من وأتمنى الانطلاقة هي تكون من إمارة الفجيرة أتمنى تكون منصة إلكترونية تجمع جميع الأخصائيين وجميع يعني الكهربائيين والميكانيكيين أساس إن إحنا إذا حبينا حاجة معينة أو نستفسر عن غرض معين أدخل المنصة و اطلب منهم الطلب ويردوا ويفيدوني بالامور هاي نعم. لانه اليوم احنا نتعب لان نروح للحداد او النجار وكذا أكيد. تلاقي صعوبه لانك توصل المعلومه لها الشخص نعم. فاتمنى من الجهات المعنيه انها تعمل المنصه هاي يعني تستفاد تعم بالجميع نعم.
وتطلع ان شاء الله جيل يعني. الله يعطيك العافيه استاذ سعيد علي راشد اليماحي مخترع موفد الجمركي بجمالك الفجيره. شكرا لك على تواجدك اليوم معنا. انا اتشرف فيكم. الله يحفظكم. الله يعطيك العافيه. مشاهدينا نكمل معاكم فقراتنا. أقامت كل من وزارة المجتمع واللجنة المحلية المنظمة للألعاب الإقليمية التاسعة والألعاب العالمية للأولمبياد الخاصة في أبوظبي مؤتمرا صحفيا، حيث تم الإعلان فيه عن برنامج المدينة المضيفة وذلك بمشاركة الإمارات السبع. تفاصيل أكثر في هذا التغريف لنتابع معا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على حضوركم معنا اليوم. نطلق معكم اليوم برنامج المدن المضيفة، أحد أهم البرامج الذي يعكس مدى تلاحم وترابط مجتمع دولة الإمارات، بحيث أن يتم مشاركة كافة الجهات المحلية في دولة الإمارات في هذا الحدث الإقليمي والعالمي إن شاء الله بإذن الله العالم في العام المقبل. كافة إمارات الدولة وكافة الجهات المحلية ستشارك معنا بإذن الله في هذا البرنامج المتميز الذي سيعكس لأكثر عن 14 دولة، وسيتم تعريف أكثر من 160 رياضي بتاريخ وإرث دولة الإمارات عن قرب، بحيث سيتم استضافة هؤلاء الرياضيين في إمارات الدولة بإذن الله وفي كل البرامج المحلية الذي تم إطلاقها. نحن اليوم في المؤتمر الصحفي أطلقنا برنامج المدينة المضيفة، وهذا البرنامج تشارك فيها كل الإمارات السبع بشراكة مع وزارة تنمية المجتمع. عندنا طبعاً 31 دولة مشاركة في المدينة المضيفة، حيث أن كل إمارة بتستضيف لاعبين من هذه الدول، تعرفهم على سياسات الإمارات والمجتمع، وطبعاً تعزيز الاندماج في المجتمع على إطار الدولة. ولما بنيجي الإمارات كده القلب راحب بينشرح. في دول أنا عندي في المنطقة، أنا عندي 23 دولة، ولكن في دول بروحها قلبي بينشرح. فأنا سعيد النهاردة بالإمارات لأنها هتستضيف ألعابين من أهم الألعاب في تاريخ حركتنا الإنسانية دي، ألعاب إقليمية تسعة بعد 8 ألعاب إقليمية سابقة، وألعاب عالمية لأول مرة في تاريخ الأولمبياد الخاص تقام في دولة من دول الشرق الأوسط أو من دول أفريقيا أو في هذه المنطقة من العالم. أنا سعيد من وجهة نظري، لأن إحنا ابتدينا كمان نطبق برنامج المدن المضيفة على المستوى الإقليمي، ولو إن ده دايما بيطبق على المستوى العالمي، عمره ما طبق على المستوى الإقليمي. وده اللي ساعدنا فيه إن في 12 دولة من خارج المنطقة هتشارك في الألعاب الإقليمية تمثل مناطق العالم السبع. مشاهدينا، أقيمت أمس الورشة الخامسة لأكاديمية سفراء السلام الدوليين بعنوان كن إيجابيا، والتي نظمها سفراء السلام المدربين بفندق ليدسون بلو بمدينة الشارقة بدولة الإمارات، وحضرها عدد كبير من الحضور من مختلف الدول المهتمين بالعمل التطوعي لنشر فكرة السلام واحترام الغير وأحداث تغيير بالثقافة المجتمعية ونقلها من السلبية إلى الإيجابية ونبذ العنف والتطرف. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ باسم موفق العمري، المدير التنفيذي لأكاديمية السلام الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مرحبا أستاذ باسم معنا. أستاذ باسم يسعد لي مساك. يسعد مساك ومساء المشاهدين والمستمعين. خلينا نتكلم أكثر عن هذه الورشة والهدف منها والبرامج التي شملت كل ورشة فيها. الحقيقة أنه هذه المبادرة نعم. انطلقت منذ فترة في دولة الإمارات، وبمناسبة عام زائر الخير أحببنا أن نكثف الورشات التدريبية نعم. بحيث تكون رديفة للموجودين في القطاع العام والخاص والمتصلين محليا من خلال العمل الاجتماعي نعم. خلال انطلاق من الفردي إلى المجتمع لبث روح الإيجابية والتعايش بين الأفراد، والعمل معا للمساهمة في نشر ثقافة الإيجابية والسلام في هذا البلد، بلد السلام والأمان دولة الإمارات نعم. العربية المتحدة. نعم أستاذ باسم، لماذا تم تسميتها بكن إيجابيا وما أهمية نشر الإيجابية في الدولة؟
أو في العالم؟ الحقيقة انطلاقا من مقولة سيدي محمد بن راشد آل مكتوم، الإيجابية هي طريقة تفكير والسعادة أكيد. هي أسلوب حياة. كان لابد أن ننطلق من الإنسان داخليا لنعزز داخله السعادة والسلام الداخلي والطموح، وانطلاقه من الذات إلى العالم الخارجي لنشر السلام والرسالة الهادفة التي نهدف إليها في تعميم السلام وإرساء قواعده. أكيد. خلينا نتكلم عن شروط الالتحاق بهذا النوع من الورش، وماذا أي سيحصل عليه المسجل اللي بيسجل معكم هذه الفعالية. الحقيقة أي شخص يهتم بالسلام أو لديه رغبة في يعني الانضمام إلى هذا الكادر الذي يعمل على نشر روح المحبة والإيجابية في هذا المجتمع، ونحن نعمل حاليا على استقطاب سفراء سلام من دول الخليج يقومون بتنفيذ يعني بالانتساب إلى هذه الورشات في دولة الإمارات، ثم الانطلاق إلى بلادهم ليقوموا بهذه الورشة وتدريب مشاركين جدد في نشر الإيجابية والسلام. نعم. الأكاديمية الدولية لسفراء السلام بدعم دولي من منظمة الاعتماد الدولي IAO معتمدة ب 180 دولة حول العالم. نعم. فكرتها ورسالتها الأساسية هي بث الوعي والإدراك وتحدي المصاعب في الحياة، وتدريب متدربين جدد ليرتقوا بالنهاية إلى أن يصلوا إلى درجة دكتوراه في إدارة العمل التطوعي. نعم. تمام. نعم. يحصل المتدرب في أول ورشة على دبوس السلام وشهادة سفير سلام دولي معتمدة، ثم يرتقي بالحصول على وسام السلام والقلادة ومدرب مؤثر حتى يصل إلى الدكتوراه الفخرية بالعمل التطوعي. نعم. لو تكلمنا عن سفير السلام والنشاطات التي سيقوم بها. الحقيقة هذا السؤال الخريج يطرح علي. نعم. نعم. الخريج دائما يطرح علينا هذا السؤال، ماذا سأفعل بعد ذلك؟ نعم. يعني هذا نعم السفير سلام دولي هذا لقب شرفي. أكيد. يعني لقب شرفي، ماذا سأفعل بعد ذلك؟ يعني أعتقد أن هذا ينبع من الإنسان نفسه، هو القادر أن يحدد ما هي رسالته في هذه الحياة. نعم. وأنا يعني أتمنى من جميع الخريجين، حيث أني تشرفت أمس بتخريج الدفعة الخامسة ما شاء الله ان شاء الله، واتمنى انه من الجميع يكونوا يعني حمامه سلام تطلق حول أكيد. العالم، وينشروا الرساله هذه ويعملون على مبادرات انسانيه في هذا المجتمع، مجتمع الامارات العربيه المتحده. نعم. لاننا نعيش في بلد اصلا يعني هو قائم على التعايش بين أكيد. مختلف الاجناس والاعراق. اكيد. الورش القادمه، خلينا نتكلم عن الورش القادمه. إن شاء الله يعني نحن نعمل على تكثيف الورش في هذا العام، عام داير الخير. نعم. يعني نحصل على عدد أكبر من المشاركين يكونوا رديف ويكونوا مساعدين على نشر هذه الرسالة السامية. نعم. والحقيقة في هذا العام كان يعني في بادرة جميلة، أننا استقطبنا أشبال في عمر 10 سنوات وال 12 سنة، كان لنا شرف بتخريج أصغر سفير في الإمارات. نعم. أمس ويعني التحقت بنا سيدة وابنتها من دولة الكويت الشقيق، وحازت على لقب شرفي سفير السلام، وإن شاء الله ستمارس هذا في دولتها الكويت. نعم. معناها كلنا سفراء سلام. إن شاء الله، أنا بتمنى الكل يكون سفراء سلام، والكل من داخله يكون يعيش في سلام واطمئنان ويعمل على نشر المحبة والإيجابية أينما حل. أكيد. وبتمنى من كل الخريجين يكونوا سفراء حقيقيين للسلام ودعاة للسلام. أكيد. أستاذ باسم موفق العمري، المدير التنفيذي لأكاديمية السلام الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة. أشكرك حبيبتي، وأشكر تواصلكم واهتمامكم واجب على هذه. شكرا. الله يعطيك العافية. مشاهدينا بنكمل معكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. رجعنا لكم مشاهدينا مع فقرة بانوراما. مشاهدينا، سيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ستظل حية في وجدان الشعب الإماراتي والشعوب العربية والإسلامية بل العالم أجمع، لأن أياديه البيضاء امتدت لتغيث الملهوفين وتعين الضعفاء في مشارق الأرض ومغاربها، ويأتي عام زايد ليلقي مزيدا من الضوء على القيم النبيلة السامية
المملوءة بالحكمة والاحترام وتعدد المبادرات والفعاليات الخيرية والإنسانية التي تطلق باسمه ويشارك بها كل محب للعطاء والخير من مختلف الدول. ضيفتنا لليوم عمانية تتواجد وتشارك في معظم فعاليات دولتنا الحبيبة. خلونا نرحب معاكم بالفنانة والممثلة العمانية أستاذة حبيبة السلطي. مرحبا بك معنا ونورتي البرنامج ومرحبا بك في أهل تنقول. أهلا وسهلا فيكم. في البداية طبعا أحب أني أتوجه بالشكر القدير لكم للقائمين جميعا على قناة الفجيرة. واجب علينا. تسلم حبيبتي. في البداية نبغى نتكلم عن التطوع. التطوع هو قمة سامية، كيف قدرت تدخلين هذا المجال أو شو اللي خلاك تدخلين هذا المجال؟ طبعا بدايتي في التطوع من أنا صغيرة، تعلمت من الوالد الله نعم. يرحمه. كانت علمنا هو حب الإيثار، نعم. تفضيل الناس على النفس. في البداية كانت انطلاقتي من المجتمع نفسه. أكيد. مثلا كنا نقوم بتنظيف الأفلاج في الحي اللي كنا نسكنه في هذه المنطقة، أيضا مساعدة الناس في الأعراس في المناسبات، المشاركة بهذه الطريقة. نعم. ثم إلى تقريبا 2006 ترأت في بالي فكرة إنشاء من كثر الفعاليات اللي قمت بالمشاركة فيها، أنشأت مجموعة السحاب الخيرية. نعم. لتقوم بكل الأعمال التطوعية والإنسانية. نعم. في أعمال مشتركة قمت بها بين سلطنة عمان الحبيبة ودولة الإمارات، خبرينا عن هذه الأعمال. طبعا بداية نشاطي في دولة الإمارات العربية المتحدة تقريبا 7 سنوات. نعم. شاركنا في عدة مجالات وعدة فعاليات في دولة الإمارات. نعم. أيضا قامت مجموعة السحاب الخيرية بهذه الأعمال. كانت من ضمن الأعمال اللي شاركنا فيها أو نظمناها إفطار صائم بمدينة العين. نعم. من 2007 لحد الحين كانت 2017. ما شاء الله. أيضا قمنا بفعالية اللي هي تكريم الأم المجيدة في يوم الأم. نعم. أيضا قدمنا في فعالية الإنسانية عنوان، هذه كانت الفعالية تتحدث عن القيم الإنسانية، كان حضرها لفيف من الإعلاميين والشعراء. نعم. أيضا نشارك في كل الفعاليات التطوعية، مثلا شاركنا في حملة تراحموا اللي كانت بالشارقة. نعم. وعلى مستوى دبي أيضا حضرنا في يوم زايد الإنساني. ننظم دائما فعاليات اللي هي تجمع الأعمال التطوعية والإنسانية والفنية في نفس الوقت. نعم. أيضا في بعض الأفلام التطوعية التي معظم أفلامنا صورناها بالإمارات. نعم. طبعا بالعين. من ضمن هذه الأعمال الأفلام القصيرة اللي هي فيلم غازيات البيوت. نعم. الذي يتحدث عن مشاكل الشغالات، في فيلم غربة روح يتحدث عن مشاكل السوريين في الغربة. نعم. أيضا فيلم أطياف يتحدث عن يعني تناولت قضايا إنسانية اجتماعية على. نعم. مستوى دول الخليج اللي هو يعيش المجتمع الخليجي. نعم. من خلال انخراطك في هذه المبادرات التطوعية ماذا أضاف لك هذا التطوع، أو كيف صقل شخصيتك، أو شو اللي غير في شخصيتك؟ بالنسبة للتطوع أنا أعتبره مجالي الثاني. نعم. طبعاً وفي نفس الوقت هو الثاني لكنه هو بالنسبة لي الأساسي. نعم. أضاف لي التطوع والعمل الإنساني مجالاً وأبعاداً كثيرة، هي الإحساس بالناس الآخرين. نعم. بالمجتمع، بقضايا اليتيم، بقضايا الأمهات، المجتمع. أكسبني هذا يعني بعد آخر والراحة النفسية. نعم. جانب. أيوة. إنساني لربما يعني مو بكل الأشخاص يكون معهم هذا الجانب. هو يمكن يكون بتربية المجتمع. نعم. أو أن المجتمع اللي تكون الشخص عاشه أو توجيه الأهل له، يعني الواحد مثل أنا مثل ما قلت لك تأثرت بوالدي. نعم. اللي كان دائما هو يحثكم على الأعمال، يحثنا الأعمال التطوعية والخيرية، ولما كنت أنا أشوفه أنه هو يوقف مع الناس ويساعد وحتى في المناسبات. نعم. الاجتماعية مثلا لا سمح الله العزيات والأعراس كان من أول المساهمين فيها. نعم. والمشاركة. ما شاء الله شاركتي في أوبريت كلنا الإمارات. أيوة. ماذا أضاف لك هالشيء وشو مشاركات جديدة؟ أوبريت كلنا الإمارات في البداية أنا شاركت فيه لأني مثل ما ذكرتي. نعم. الشيخ زايد الله يرحمه
وصل لقلوب الحمد لله الشعوب الأخرى، هو وفاء مني لذكرى الشيخ زايد. نعم. طبعا خليني أقول أنا كنت ذكرت أن ربما هو رحل، لكن طبعا خلف إدارات. نعم. إدارات قوية، إدارات تسهم في بناء المجتمع الإماراتي، ملحوظة من جميع الدول. نعم. طبعا هذا الأوبريت شاركت فيه كتطوع، فكانت عندي 4 لوحات رئيسية ما شاء الله. أيوة، قدمتها كمثل الفلكلور الغنائي، طبعا كان بالأداء فقط. نعم. يعني ما شاء الله عليك، أنت شاعرة وممثلة وصاحبة أعمال تطوعية، أين تجد حبيبة نفسها ما بين هالثلاثة؟ أجد نفسي أكثر في الأعمال التطوعية، لأنها هي من شكلت حبيبة الصلتي، هي من رسمت لي الطريق. نعم. للإحساس بالآخرين. خرجت بالأعمال التطوعية إلى خارج السلطنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. وفي أيضا تونس، وبمشاركتنا من البعد اللي هي من سلطنة عمان في المغرب أو الجزائر. نعم. جديدك. نعم. في 2018. طبعا جديدي في 2018 بالنسبة للأعمال التطوعية، إن شاء الله بيكون راح عندنا فيلم قصير. أيضا في بالنسبة للأعمال الفنية، إن شاء الله راح يكون عندي مسلسل عماني إن شاء الله. راح أصرح به بعدين، لأن التصوير لحد الحين يعني ما تم إن شاء الله. سمعنا عن الأفلام القصيرة اللي صورتيها، هل هذه أول مرة تصورين أفلام قصيرة ولا لك أفلام من قبل يعني؟ طبعاً في سلطنة أنا شاركت في أفلام كثيرة. نعم. اللي هي أفلام قصيرة تطوعية إنسانية، مشاركة مني دعم لهذه الأعمال اللي هي بترشد المجتمع. مثلاً قد شاركت في فيلم عن الربيب اللي هو ابن الزوج. نعم. في فيلم اسمه كوني لأمًا، معاملة الزوجة أم الزوجة لطفل زوجها. نعم. أيضا في فيلم ما هذا الفيلم اللي هو إحنا منادات الأم. أيوة. نعم. نفس الشيء بخصوص الأم، لكن هنا عن عقوق الوالدين. نعم. أيوة. هل ترين أقبال على هذه الأفلام وأين يتم عرضها؟ طبعا الإقبال عليها كثير، ما شاء الله. يعني إحنا نحاول ننشرها على مستوى الدول وكذا، فلما تكون فيها الصيغة الإنسانية تحسي فيها متابعين، أيضا تحسي فيها يعني إنها هي تقدم رسالة إنسانية قوية للمجتمع. يعني أيضا نحن في فيلم حقهم عملناه لأساس إن نتكلم عن متلازمة داون. نعم. اللي هم نحاول دمجهم في المجتمع. نعم. وين تم عرضها يعني تقريبا؟ هل يعني وين نقدر نشوفها؟ في نحن في موجوده هي على اليوتيوب، احيانا عرضناها في الفعاليات. نعم. وفي بعض القنوات يعني عرضت منها بعض المقاطع وكذا. نعم. استاذه حبيبه. نعم. كلمه للمشاهدين. طبعا الكلمه لمشاهدينا، انا اتمنى التوفيق اول شيء للجميع. نعم. ثاني شيء انا اوجه رساله اللي هي ان ايش نعطي نظره حانيه للمجتمع. فمثلا لا يغرنا كون المجتمع مجتمع مثلا مجتمع راقي، مجتمع كذا. في اعمال كثيره. أكيد. اللي هي مثلا اصحاب الهمم، الايتام. نعم. اللي هم المرضى السرطان. نعم. وكذا. نعم. فكلمتي لهم ان الاحساس بالاخرين هو الذي ينمي الشخصية والذي يكسبك بعدا آخر في هذه أكيد الحياة. أكيد. أستاذة حبيبة الصلتي ممثلة عمانية، شكرا لك على تواجدك اليوم معنا في برنامج 7 على 7. تسلمي. شكرا. مشاهدينا وصلنا لآخر فقراتنا، إن شاء الله تكون فقراتنا نالت إعجابكم. مع السلامة.